السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة ميس مامي التعليمية. النهاردة أصدقائي هنبدأ نشرح مع بعض منهج ديسكفر. كتير من حضراتكم طلبوا مني أن أنا أشرح المنهج، إن شاء الله هشرحه معاكم. أتمنى من حضراتكم أنكم تدعموني بلايك للفيديوهات بتاعتي، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على علامة الكل علشان يصلكم أي فيديو جديد أنا بنزله. ليتس ستارت. ده شايفين معايا هنبدأ كده أول حاجة مع بعض شابتر 1، ده الفصل الأول. هنشرح الفصل الأول بالكامل النهاردة. أسفة جدا لو الفيديو هيكون طويل، لكن علشان نقدر نخلص المنهج بسرعة. تمام، يلا نبدأ مع بعض. أول حاجة زي ما شايفين معايا بعنوان Patterns of Changes، يعني قول أنماط التغييرات. هنبدأ كده مع بعض Lesson 1، وبعنوان Origin معناها الأصل. يعني هنبدأ دلوقتي نتعرف مع بعض يعني إيه Origin. هنا بيقول The word Origin، يعني كلمة Origin دي is used to describe the source or cause of something. يعني بيقول ان كلمة origin اللي هي معناها الاصل دي احنا بنستخدمها علشان نوصف مصدر او سبب شيء. يعني ايه الكلام ده؟ هو كده مدينا مثال بيوضح لنا، بيقول as the parents are the origin of many traits we have such as eye color, hair color, skin color. بيقول يعني ان كلمة origin اللي هي معناها الاصل زي الاباء اللي هم بيكونوا اصل العديد من، عندي كلمة traits معناها السمات او يعني الصفات. يعني الاباء اللي هو بابا وماما هم بيكونوا اصل السمات او الصفات اللي بتكون عندينا، زي ايه؟ زي العينين الملونة، زي الشعر الملون، زي الجلد الملون. يعني مثلا لو انت عينيك ملونة لونها مثلا ازرق، او عينك لونها عسلي او اخضر، او عينك لونها اسود، فانت بتقول انا لون عيني زي لون عينين ماما او زي لون عينين بابا. تمام، فبالشكل ده احنا بنكتسب الصفات الموروثة دي، بنكتسبها من الاب او بنكتسبها من الام. نفس الشيء عندي زي الشعر الملون، يعني مثلا لو انا شعري مثلا لونه بني، شعري لونه اسود، او شعري لونه اصفر، فانا بقول ان شعري ده مثلا زي ماما. يعني ماما شعرها لونه اسود غامق، فانا شعري زي شعر ماما او زي شعر بابا، او الشعر بتاعي ناعم او شعري خشن، فانا واخده الصفات دي واخداها من ماما او واخده الصفات دي من بابا. نفس الشيء عندي سكين كولر اللي هو لون الجلد، يعني ابيض اسمر. تمام، انا بقول ان انا لون جلدي زي ماما او لونه زي بابا. معنى كده ان احنا الاورجن بتاعنا او الاصل بتاعنا بناخده من فين؟ بناخده من بيرنتس اللي هم الاباء. تمام، طيب بيقول sometimes بعض الاوقات we use the timeline. يعني ايه timeline؟ يعني الجدول الزمني. يعني ايه جدول زمني؟ هنبدأ كده نشوف مع بعض. بيقول to see changes or events of something، يعني الجدول الزمني ده احنا بنستخدمه علشان نشوف تغييرات او بنشوف يعني احداث لشيء. as the timeline اللي هو الجدول الزمني ده shows، يعني بيوضح important events in order over a period of time. يعني الجدول الزمني ده بيوضح الأحداث المهمة بالترتيب على مدار فترة زمنية معينة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني زي ما شايفين معايا كده، ده الجدول ده عندي اسمه timeline. ده اسمه ايه؟ timeline. بنقول ان timeline ده بيوضح أحداث مهمة حصلت في حياتي لكن في فترة زمنية معينة. يعني زي ما شايفين معايا هنا يقول the following timeline shows events of a 6-year-old child called Sammy. يعني طفل اسمه سامي، هنا هنشوف مع بعض الأحداث أو التغيرات اللي حصلت له في فترة زمنية من بداية من عمر 1-year-old، يعني من بداية من سنة حتى عندي 6 years old، لحد 6 سنوات. دي الفترة بتاعت سامي او عمر سامي او الجدول الزمني او التغيرات اللي حصلت لسامي في الوقت ده. طيب هنا بأول حاجة بيقول 1 year old حصل ايه لسامي؟ سامي هاد تيس، سامي طلع اسنان. طيب لما كان عنده 2 years old حصل ايه؟ بيقول spoke، يعني اتكلم. لما كان عنده 3 years old حصل ايه؟ بيقول ان هو rode a bicycle، يعني هو ركب دراجة. طيب هنا بيقول لما كان عنده 4 years old بيقول ان هو حصل ايه؟ draw، يعني يرسم. طيب لما كان عنده 5 years old بيقول ان هو went to school، ذهب للمدرسة. طيب لما كان عنده 6 years old بيقول is learning to play the guitar، يعني ان هو بدأ ان هو يتعلم العزف على الجيتار.
تمام. يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه تايم لاين، يعني الجدول الزمني، يعني الفتره من حياه سامي بدايه من عمر 1 years old حتى 6 years old. تمام، نبدا كده نحل السؤالين مع بعض. هنا بيقول the origin is the source or cause of something، يعني بيقول الاصل هو سبب او مصدر شيء. هو بيقول سبب او مصدر شيء، فطبعا دي هنقول اجابه صحيحه. The timeline، الجدول الزمني، shows important events in order over a period of time. الجدول الزمني ده بيوضح حدث بيقول فترة زمنية معينة. طبعا احنا قلنا الكلام ده صحيح. هنشوف اللي بعده. بعد كده هنا معايا growing up اللي هو النمو. ده كده نقرأ الباسج مع بعض. بيقول ليلى is a 6 years old girl who just has learned how to play the piano. When Layla was 1 year old, she learned how to walk. And when she was 2 years old, she learned how to speak. Layla learned how to draw at the age of 3. And she was able to swim at the age of 4. When Layla was 5 years old, she went to school. تمام، هنبدا كده نشوف الفقره بتاعتنا بتتكلم عن ان ليلى بنت عندها 6 سنين. بيقول ان هي اتعلمت ان هي تعزف على البيانو. هي كان عندها سنه، هي بتقول ان هي اتعلمت ازاي ان هي تمشي. ولما كان عندها سنتين هي اتعلمت ازاي تتكلم. ولما ليلى، وهنا بيقول ان ليلى اتعلمت ازاي ترسم لما كان عندها 3 سنين. ويقول ان هي كمان قادره على السباحه لما كان عندها 4 سنين. بيقول ان ليلى كان عندها 5 سنين هي ذهبت للمدرسة. فده اسمه التايم لاين بتاع مين؟ بتاع ليلى، الجدول الزمني بتاع ليلى لما كان عندها بداية من عمر 1 years old حتى 6 years old. تمام، هنا جايب كده عندي نشاط وهنبدأ نكمل من خلال الباسج بتاعتنا. هنا بيقول ليلى walked، ليلى بدأت ان هي تمشي لما كان عندها 1 year old. تمام، كان عندها سنة. طيب ليلى لما كان عندها 2 years old، عندها سنتين، شايفين هي حصل ايه؟ بيقول ان هي تعلمت ان هي تتكلم. يبقى انا هقول ايه؟ هقول هنا ليلى ايه؟ هقول spoke. تمام، دي في الماضي. تمام، speak spoke دي في زمن الماضي. طيب لما كان عندها 3 years old، شايفين معايا 3 years old، حصل ايه؟ هقول ان هي draw، يعني هي تعلمت ان هي ترسم. يبقى انا هقول كده ليلى ايه؟ draw. تمام، طيب لما كان عندها 4 years old، هو بيقول ان هي swim. هنجيب طبعا منها الماضي عشان التايم لاين ده بيكون في زمن الماضي. فهنا عندي هقول ليلى، هقول ايه؟ swam. تمام، كان عندها 5 years old، هقول ليلى went to school، ذهبت للمدرسة. طيب لما كان عندها 6 years old، هقول تعلمت ايه؟ هقول عندي played the piano، اتعلمت العزف على البيانو. يبقى انا هكتب كده played ايه؟ هقول the piano، ان هي اتعلمت العزف على البيانو. تمام، تعلمت العزف على البيانو. يقول same but different، هنشوف مع بعض. عندي ده التايم لاين بتاع مين؟ بتاع شادي، وده بتاع مها. تمام، طيب يلا التايم لاين بتاعنا ده هنبدا كده نعمل كومبليت للتيبل ده. هنا جايب 1 year old، 2 years old، هنا 3 و4 5 و6. يقول 1 years old، هنا عندي شايفين شادي ومها، وهنا بيقول similar or different، يعني متشابهين ولا مختلفين. تمام، هنا عند سن 1 year old شادي هنا walked، وهنا كمان مها walked، يعني هما الاثنين زي بعض، بالتالي هما الاثنين similar يعني متشابهين. طيب عندي 2 years old، هنشوف مع بعض كده. عندي 2 years old، شايفين هنقول شادي حصل ايه؟ شادي draw. تمام، طيب ومها؟ مها sang، يعني كانت بتغني. يبقى انا هكتب هنا ايه؟ هكتب عندي شادي draw، وهكتب عندي مها ايه؟ هكتب هنا sang. تمام، شايفين هما الاثنين ايه؟ هما الاثنين different، فبالتالي انا هكتب ايه؟ هكتب هنا different. تمام، طيب بعد كده هنا بيقول عندي 3 years old، عندي 3 هقول شادي رود بايسكل، يعني شادي ركب الدراجة. اما هنا حصل ايه؟ بيقول مها سوام. يبقى انا هقول ايه؟ رود بايسكل. هنا حصل ان شادي هقول رود، هقول عندي بايسكل، ومها ايه؟ هقول مها سوام. يبقى هما الاثنين ايه؟ هما الاثنين different، فانا هكتب هنا different. تمام، طيب 4 years old، 4 years old، شايفين هنا سامي
سامي ايه؟ سامي سوام، تمام. طيب ومها، مها عنده فور، شايفين معايا بيقول مها درو، يبقى مها بترسم، يبقى انا هكتب هنا سوام وهكتب درو، طبعا هما الاثنين ايه ديفرنت، تمام. فهكتب هنا، هنا ايه درو. طيب عنده 5 years old، هنا 5 هقول شادي went to school، يبقى هكتب ايه؟ هكتب عندي went to school، تمام. طيب ومها، مها هقول هي كمان went to school، هما الاثنين ايه ذهبوا المدرسة، يبقى بالتالي هما الاثنين ايه، هما الاثنين هقول عليهم similar، تمام. طيب عندي 6 years old، هنا هقول شادي read، وعندي مها هي كمان read، يبقى هكتب كده هما الاثنين ايه، هما الاثنين read، تمام. يبقى هكتب كده read، وهما الاثنين هقول ايه، هقول similar. هنشوف مع بعض اللي بعده، هنشوف مع بعض lesson 2 هنا بعنوان inherited traits a litter of kittens. يعني ايه inherited traits؟ الكلمة دي عندي كلمة مهمة جدا، معناها الصفات الموروثة، معناها ايه؟ الصفات الموروثة او الصفات الوراثية. a litter of kittens معناها صغار القطط. طيب نبدأ كده نقرأ مع بعض، بيقول have you ever asked yourself how babies look like their parents؟ بيقول يعني هل سبق ليك انك سألت نفسك قبل كده ازاي صغار البيبيز يعني يشبهوا ابائهم، يعني ازاي الصغيرين كده شبه باباهم. when new living things are born، يعني عندما الكائنات الحية الجديدة تلد، they are called offspring، ده اسمها ايه؟ اسمهم offspring، يعني لما بيجي كده الحيوان الكبير او الحيوان اللي هو الام، يعني المذر، لما بتجيب حيوان صغير ده اسمه ايه؟ ده اسمه offspring اللي هو النسل. الكلمة دي مهمة جدا، اسمها offspring يعني النسل. each living organism has traits which form its characteristics that make each organism look and behave the way it does. do we get all traits from parents؟ يعني هنا بيقول ان كل الكائنات الحية بيكون عندها قلنا traits معناها صفات او معناها سمات اللي بتتكون او اللي بتتشكل من الخصائص اللي بتجعل كل كائن حي يبدو او يعني بيتصرف بالطريقة اللي هو بيحبها او الطريقة اللي هو يتصرف بها. يعني هل انت تحصل على كل السمات من الاباء؟ يعني كل السمات او الخصائص اللي فيك هل انت بتحصل عليها كلها من الاباء؟ شايف هنا بيقول عندي no I don't think so، لا انا لا اعتقد ذلك. هنا بيقول that's right، يعني هذا حقا. هنا بيقول some traits or characteristics are passed from parents to their babies or offspring and we call these traits inherited traits. يعني بيقول انت على حق، بيقول ان بعض السمات او الخصائص اللي بتنتقل من الاباء للبيبيز اللي هم الصغار، يعني قلنا عليهم ان هم offspring اللي هو النسل، and we call ودول اسمهم ايه؟ اسمها inherited traits، زي ما اخدنا في الليسن اللي فات اللي هو الدرس اللي فات، وقلنا الصفات اللي هي المكتسبة او الصفات الموروثة اللي احنا بناخدها من بابا وماما، زي ايه؟ زي عندي لون الشعر، زي عندي الجلد بتاعي لونه، زي لون العينين، الحاجات دي كلها الصفات اللي انا باخدها من بابا ومن ماما، دي اسمها inherited traits يعني صفات موروثة. لكن هنا بيقول while some traits are not passed from parents، لكن بيقول بينما بعض الصفات لا تنتقل من الاباء، يعني في صفات احنا مش بناخدها من بابا وماما. بيقول but babies، ولكن اللي هو الصغار، يعني بيقول learn and develop، يعني بيتعلموا بينموها some of them، بينموا بعض منهم او بيتعلموا بعض من الصفات دي as they grow، يعني لما بيكبروا، طول ما هما بيكبروا بيتعلموا حاجات، بيتعلموا صفات، الصفات دي هما بيكتسبوها and live in their surrounding، يعني وبيعيشوا في البيئة المحيطة or throughout their life، أو يعني من خلال حياتهم. الطفل كل ما بيكبر في الحياة بتاعته، كل ما بيكبر الطفل بيتعلم من خلال حياته أو من خلال البيئة المحيطة به، بيتعلم بعض الصفات، لكن الصفات دي زي ما قلت ما بياخدهاش من الآباء، بياخدها من البيئة المحيطة به أو من خلال حياته، هو بيتعلم بعض الصفات. طيب دي اسمها ايه؟ اسمها not inherited traits، يعني صفات غير مكتسبة،
not inherited traits. يبقى عندي inherited traits معناها صفات مكتسبة، وعندي not inherited traits معناها صفات غير مكتسبة. دي أنا بكتسبها من parents، من الآباء، أما دي بكتسبها من خلال إيه؟ من خلال عندي surrounding، يعني من خلال البيئة المحيطة بيا أو من خلال الحياة بتاعتنا. The inherited traits يعني الصفات الموروثة دي، قلنا زي color اللي هو لون العين، وskin color ولون الجلد، وfair color اللي هو لون الفر، وحاجات تانية كتيرة. كل الحاجات دي كلها اسمها inherited traits. تمام؟ هنا جايب هنا traits بعض السمات او الصفات، وجايب عندي هنا inherited traits و not inherited traits. هنا عندي في المكان ده هنحط فيه الصفات الموروثة، يعني الصفات المكتسبة اللي احنا خدناها من بابا وماما، وهنا هنحط الصفات الغير موروثة، يعني الصفات الغير مكتسبة. طيب اول حاجة hair color اللي هو لون الشعر، طبعا ده ايه؟ ده عندي inherited traits يعني صفة موروثة. طيب reading القراءة، طبعا القراءة دي ايه؟ not inherited traits. هنا mouth shape اللي هو شكل الماوس، دي ايه؟ inherited traits، هكتب دي هنا. writing الكتابة، لا الكتابة دي عندي not inherited traits. هنا nose shape شكل الانف، شكل الانف ده انا ممكن اكتسبه من بابا وماما. هنا عندي riding a bicycle يعني ركوب الدراجة، فطبعا دي not inherited traits يعني صفات غير مكتسبة. هنشوف اللي بعده. فين معايا ده الخاص بالتوصيل، سهل جدا ما فيهوش اي حاجه. هو جايب هنا عندي offspring وجايب parents. نوصل عندي offspring اللي هو الصغار، هنوصلهم بالاب والام. تمام، هنشوف مع بعض اللي بعده. الجزئيه دي بنفس الطريقه هنبدا كده نعمل match offspring بالparents. تمام، زي ما شايفين معايا بالشكل ده. طيب هنشوف السؤال اللي بعده، هو كمان هنا بيقول match، هنوصل عندي children هنوصلهم بالparents. تمام، الاطفال بالاب والام، طبعا ده جزء سهل وبسيط هنعمله كمان لوحدنا علشان بس وقت الفيديو ما يبقاش طويل. هنشوف مع بعض كمان اللي بعده. زي ما شايفين معايا هنا جايب دي المذر الام، فازر الاب، وهنا جايب تشايلد اللي هو الطفل. جايب مجموعه من الاسئله هنبدا كده نحلهم مع بعض. بيقول ذا تشايلد هاز ذا سيم سكين كلر از هيز، بيقول الطفل ده عنده نفس لون الجلد زي مين؟ نشوف كده مع بعض. هو عنده نفس لون الجلد زي شايفين مين؟ عندي زي فازر اللي هو الاب، يبقى هكتب كده ايه؟ هكتب فازر. تمام، طيب the child has the same eye color as his، الطفل عنده نفس لون العينين زي مين؟ شايفين زي عندي mother اللي هي الام، فانا هكتب هنا mother. اوكي، يبقى هنا عندي هو زي مين؟ هو زي مامته. the child's nose يعني الطفل ده الانف بتاعته has the same shape، واخده نفس الشكل بتاع مين؟ نشوف كده مع بعض. هو عنده النوز بتاعته زي مامته، زي بابا؟ لا، هو واخد زي مامته، يبقى انا هكتب هنا عندي ايه؟ هكتب his mother. اوكي، يبقى هكتب كده mother. طيب the child has the same hair color as his، هو واخد نفس لون الشعر زي مين؟ شايفين زي بابا، يبقى هكتب هنا عندي father. تمام، يبقى انا هكتب ايه؟ هكتب هنا father. اوكي، نبدا كده نشوف مع بعض lesson 3. هنا بيقول parents and offspring يعني الاباء والنسل. طيب نبدا كده نقرا مع بعض. هنا هاني ورامي. هاني بيقول هاي رامي وات ار يو دوينج، هاي رامي مرحبا بتعمل ايه؟ هو بيقول له هاي هاني، مرحبا هاني، ام ريدنج ا بوك اباوت انيمالز اند بلانتس اند هاو ذي سرفايف، يعني بيقول انا اقرا كتاب عن الحيوانات والنباتات وكيف ان هم ينجوا او يبقوا على قيد الحياه. هاني هاو دو انيمالز سرفايف، يعني كيف تبقى الحيوانات او كيف تنجو الحيوانات او يعني تكون على قيد الحياه. رامي parents pass on traits to their offspring to help them survive، يعني بيقول ان الاباء بينقلوا السمات او الصفات الوراثية للنسل to help them علشان يساعدوهم ان هم ينجوا او يبقوا على قيد الحياة او يعني يتكيفوا او يتأقلموا مع المكانة والبيئة اللي بيعيشوا فيها. هنا بيقول هاني could you give me some examples of traits in animals، يعني هل تعطيني بعض الامثلة عن السمات في الحيوانات and plants والنباتات and how they help them survive، يعني بيقول وكيف تساعدهم ان هم يبقوا على قيد الحياة. هنا هو بيسأله سؤال يقول له هل يمكنك ان تعطيني امثلة على السمات في الحيوانات والنباتات وازاي هي بتساعدهم ان هم يكونوا او يبقوا على قيد الحياة؟
او يعني ان هم ينجوا. هنا بيقول رامي yes I could، يعني نعم بالفعل. هنا هيدينا كده two examples عن ال animals وعن ال plants، الحيوان والنبات. هنا بيقول zebras اللي هو الحمار الوحشي have stripes، يعني stripes يعني عنده خطوط. on their bodies يعني بيقول الحمار الوحشي عنده خطوط زي ما شايفين كده قدامكم. these stripes يعني الخطوط دي are inherited traits، يعني الخطوط دي عبارة عن صفات موروثة. صفات ايه؟ موروثة. the stripes confuse some bugs يعني بيقول تعمل ايه؟ بتربك بعض الحشرات. eyesight يعني بتربك الرؤية عند الحشرات. and avoid being bitten and getting sick، ويعني بتبعد عنهم من الحشرات دي، تعضهم او يعني تلدغهم وتبعد عنهم ان هم يكونوا مرضى او ان هم يعني يحصل لهم اي مرض. دي الخطوط دي اللي هي ستريبس دي ايه اهميتها؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ارتباك للحشرات، تمام؟ بتخلي الحشرات عينيها كده بيحصل فيها كده ارتباك او يعني بيحصل فيها تشويش، فبالتالي الحشرات ما بتقربش من الحمار الوحشي وما بتلدغهوش، تمام؟ ده بالنسبة عندي للستريبس الموجودة في الحمار الوحشي. يقول so لذلك strips help the zebras survive، يبقى عندي الخطوط دي بتساعد الحمار الوحشي ان هو يكون على قيد الحياة. كمان بيقول cactus اللي هو النبات الصبار has thorns، يعني بيكون في ايه؟ في اشواك، بيكون في اشواك. to help cactus علشان تساعد نبات الصبار not to be eaten by animals، ان ما يتاكلش من الحيوانات، يعني الحيوانات ما تاكلش نبات الصبار. يبقى cactus دي يبقى عندي نبات الصبار بيكون في ايه؟ بيكون في thorns. ليه؟ علشان الحيوانات، اي حيوان يقرب من نبات الصبار علشان ياكله فالاشواك دي بتعمل ايه؟ بتشوكه، فبالتالي الحيوانات بتخاف من نبات، فبالتالي الحيوانات بتخاف ان هي تقرب من نبات الصبار، فبالتالي عندي الثورنز دي بتعمل ايه؟ بتعمل نبات الصبار بتخليه سيرفايف، يعني ان هو يقدر ان هو يتأقلم او يبقى على قيد الحياة، او يعني ان هو ينمو وتكاثر في المكان اللي بيعيش فيه بدون ان اي حيوان تاني ما يفترسه، تمام؟ هنشوف مع بعض اللي بعده. put tick or false number one the traits that help animals and plants to survive are passed to the offspring from mothers only. السمات تساعد الحيوانات والنباتات لكي تنجو. هنا بيقول are passed to يعني ان هي تنتقل للنسل من الام فقط، فطبعا الاجابه دي خطأ، ان تنتقل من فين؟ من الام والاب، تمام؟ بيقول the stripes of zebras يعني بيقول الخطوط في الزبرة help them to eat، يعني بتساعدهم ان هم يتاكلوا، فطبعا دي خطأ. cactus plants have thorns to protect them from animals. النباتات الصبار بيكون فيها اشواك علشان تحميها من الحيوانات التانية، فالاجابة دي عندي صحيحة. كده هنا بيقول help me survive يعني ساعدني لكي انجو، اوقع خيد الحياة. هنا جايب عندي animals حيوانات، وجايب عندي traits اللي هي السمات. جايب اول حاجة عندي الجراف اللي هي الزرافة، طبعا احنا هنعمل كده ماتش. هقول ذا تونك يعني عندها رقبة طويلة. helps it بتساعدها to reach the leaves of tall trees for feeding، يعني بيقول الرقبة الطويلة بتساعدها ان هي تصل لأوراق للأشجار الطويلة علشان تطعمها او عشان تاكلها يعني، تمام؟ عشان تتغذى عليها. طب هنا بيقول rabbit اللي هو الأرنب، هقول عنده ايه؟ هقول عنده the large ears help it to hear and avoid any danger. الأذن الطويلة بتساعده ان هو يسمع وان هو يتجنب اي خطر. طيب عندي turtle اللي هي السلحفة، هقول the shell اللي هي عندي الصدفة اللي عليها من بره دي protects it بتحميها against it enemies، يعني تحميها ضد الأعداء. اخر حاجة معايا هنا عندي هيدج هاج اللي هو القنفذ، هقول ايه؟ هقول the spines اللي هي الاشواك protect it against its enemies، يعني الاشواك اللي فيه بتحميه ضد الاعداء، تمام؟ هنشوف البيج اللي بعدها. في البيج دي مطلوب مننا ان احنا ندخل على الانترنت ونبدأ نبحث عن كل حيوان من الحيوانات دي، نشوف عندي السمات اللي بتسم بيها الحيوان ده واهمية السمات دي. طبعا احنا الحاجات دي بنجيبها من خلال عندي الانترنت، تمام؟ هنحلها لوحدنا. هنشوف مع بعض اللي بعده. what I think يعني ماذا انا اعتقد and my evidence يعني ودليلي او برهاني. طبعا هنا بيقول
to hot environment في البيئة الحارة احنا بنلبس ايه؟ طبعا احنا بنجيب الاستيكرز دي بنجيبها من اخر الكتاب وبنبدأ كده نلصقها، يعني لما بيكون الجو حر او في الصيف بمعنى اصح احنا بنستخدم ايه؟ فطبعا احنا بنستخدم كل الاجزاء دي. تمام. طيب هنا بيقول to cold environment يعني لما يكون الجو برد او في البيئة لما بتكون باردة او شديدة البرودة طبعا احنا بنلبس الملابس دي. كلها استيكرز موجودة في نهاية الكتاب احنا بنقصها وبنلزقها هنا. تمام. طيب بعد كده هنا جايب lesson 4 ده الدرس الرابع عبارة عن planning my story يعني التخطيط لقصتي. طيب هنا اول حاجة بيقول read the following stories and answer the questions يعني بيقول اقرأ القصة التالية وجاوب على الاسئلة. اول حاجة هنا في اي قصة طبعا احنا اخدنا قبل كده الجزئية دي، احنا في بداية اي قصة علشان نكتب ستوري لازم يكون عندي اول حاجة beginning اللي هي البداية، ويكون عندي middle اللي هو المنتصف او الوسط يعني، وبيكون عندي حاجة تالتة وهي end اللي هي النهاية. يعني زي ما شايفين معايا دي ستوري اللي قدامنا دي، هنا بيقول في البداية خالص دي بداية الستوري البيجانج يعني بيقول اني اميرة was walking in the street يعني اميرة كانت ماشية في الشارع after a school day يعني بعد اليوم بتاع المدرسة she saw a cat هي شافت ايه؟ شافت قطة. طيب دي عندي دي البداية او بداية احداث القصة. طيب الميدل اللي هو الوسط احداث نفسها بتاعة القصة، الاحداث كانت بتدور حول ايه او الاحداث كانت بتتكلم عن ايه؟ suddenly يعني فجأة it started to rain بدأت ان هي تمطر. اميرة wore her coat اميرة ارتدت المعطف بتاعها and used her umbrella وبدأت ان هي تستخدم الامبريلا بتاعتها اللي هي الشمسية. cat could not do anything بيقول يعني القطة لم تفعل شيء. عند في نهاية القصة بتاعتي في نهاية الستوري بيقول اميرة took the cat اميرة اخدت القطة to her home يعني للمنزل بتاعها until حتى the became good يعني حتى يصبح الطقس جيدا. شايفين معايا دي القصة بتاعتي وزي ما قلت اول حاجة بيكون عندي beginning البداية middle اللي هو المنتصف او الوسط وده اللي بيكون فيه احداث القصة الحوار او الموضوع اللي بتتكلم عنه القصة وend في النهاية يعني الخاتمة يعني القصة اختتمت على ايه. زي شايفين معايا ان هي اخدت القطة ودتها للبيت لحد ما الطقس اصبح كويس فدي النهاية بتاعت القصة. طيب نبدأ كده نحل مع بعض الأسئلة. بيقول put tick or false هنا بيقول any story يعني أي قصة should يعني يجب consist of beginning يعني لازم تبدأ أو تتكون من البداية middle المنتصف and end والنهاية and also have characters and setting يعني بيكون فيها شخصيات وكمان بيكون لها سياقات فطبعا الإجابة دي صحيحة. هنا بيقول animals can change the environment to survive بيقول الحيوانات تستطيع ان هي بتغير البيئة علشان تنجو. طبعا زي شايفين معايا من خلال الستوري القطة كانت في الشارع لكن اميرة اخدتها معاها للمنزل بتاعها علشان الطقس سيء فبالتالي هي غيرت البيئة اللي هي موجودة فيها لبيئة افضل علشان تنجو او علشان تعيش او تبقى على قيد الحياة فطبعا دي الإجابة الصحيحة. humans can change the environment يعني الإنسان بيغير البيئة to survive علشان يبقى على قيد الحياة as أميرة زي أميرة did زي ما أميرة يعني فعلت when she used umbrella زي ما أميرة فعلت عندما استخدمت الأمبريلا اللي هي الشمسية to keep the rain water علشان away from her علشان يعني تبعد ماء المطر عنها طبعا الإجابة دي صحيحة. احنا لما يكون في مكان حر او البيئة اللي احنا عايشين فيها البيئة دي لا تتوفر معنا او لا تتناسب معنا لكي ننجو او نبقى على قيد الحياة بالتالي انا هغير المكان اللي انا موجودة فيه الى مكان افضل يتناسب معايا لكي انجو وابقى على قيد الحياة فبالتالي الإجابة دي صحيحة. هنشوف مع بعض اللي بعده draft and publishing زي ما شايفين معايا هو جايب هنا draft هنا جايب عندي دي المسودة كلمات خطأ وهنا جايب publishing اللي هو طبعا التوزيع او النشر هبدأ ان انا انشر الكلام ده وهبدأ ان انا انشر الستوري دي لكن طبعا انا لازم اصحح الاول الاخطاء اللي موجودة في الستوري دي. تمام. قول رنا and ندى are friends رنا وندى دول اصدقاء they are nine شايفين معايا كلمة nine هنا مكتوبة خطأ فبالتالي انا هروح للفقرة التانية وحبدأ اصحح كلمة nine هنا عندي nine تمام n-i-n-e طبعا هنا الكلمة عندي خطأ بيقول today اليوم is Rana's birthday طبعا هنا عندي كلمة birthday طبعا الكلمة هنا خطأ هنبدأ كده نصححها هقول p-i-r-t-h وبعد كده بكتب كلمة day تمام birthday اوكي اللي هو عيد الميلاد
طيب ده ايه عندي؟ دي beginning اللي هي البداية. طيب عندي middle اللي هو المنتصف، بقول ندى does not have enough money to buy. هنا عندي كلمة buy مكتوبة، شايفين ازاي؟ فطبعا دي خطأ، هكتب عندي b u وعندي y. تمام. a good birthday gift. so لذلك ندى thought of writing a poem. هنا عندي poem معناها قصيدة، فطبعا هنا عندي مكتوبة خطأ، فانا هكتب عندي poem p o e m. تمام. طيب علشان بس وقت الفيديو هنبدأ كده نشوف مع بعض اللي تحتها. هنا جايب end النهاية. ندى gave the poem يعني ندى أعطت القصيدة and the card والبطاقة to رنا. رنا was happy يعني رنا كانت سعيدة. عندي happy h a double p y happy. those gifts يعني هذه الهدايا، طبعا عندي gift هكتب عندي j i f t s عندي كلمة gifts. اوكي هنشوف اللي بعده. بعد كده هنا بيقول I have learned that يعني انا تعلمت ايه. الجزئية دي هنقرأها لوحدنا، ده الملخص بتاع الاجزاء اللي احنا كلها شرحناها في البداية. تمام. طبعا الملخص ده مهم جدا جدا ان احنا نقرأه. جايب هنا التعريف بتاع time line اللي هو الجدول الزمني، وهنا عندي traits اللي هي السمات، وinherited traits اللي هي الصفات او السمات الموروثة. وبعد كده جايب هنا for writing a story we should علشان نكتب قصة يجب علينا ايه. طبعا دي الخطوات، اول حاجة plan it well نخطط ليها كويس. number 2 write a draft for the story لازم نكتب كده مسودة للقصة. تالت حاجة عندي number 3 correct the mistakes in the draft يعني هنصحح الاخطاء الموجودة في المسودة. number 4 write your story to get it published يعني بيقول ان احنا نكتب القصة علشان ننشرها. تمام. هنشوف اللي بعده. بعد كده هنشوف مع بعض lesson 5. هنا بيقول acacia tree and water lily lots هنا عندي شجرة الصمت، وهنا بيقول زهرة الزنبق. تمام. طيب زي ما شايفين معايا بيقول there are different types of plants and they grow in every habitat around the world. يوجد يعني انواع مختلفة من النباتات and they يعني وان هما grow in every habitat يعني بينمو في كل habitat يعني في كل البيئات. around the world يعني حول العالم. بيقول plants in nature grow in one place and they cannot move from one place to another. بيقول يعني النباتات في الطبيعة بتنمو في مكان واحد and they cannot move لكن متقدرش ان هي تتحرك من مكان للتاني. يعني النبات بينمو في مكان معين لكن النبات ما بيقدرش يتحرك من مكان للتاني. بيقول plants cannot travel يعني النباتات لا تستطيع ان تنتقل when it is cold يعني لما بيكون الجو برد النباتات ما بتقدرش ان هي تروح من مكان للتاني. somewhere warm to live يعني ما بتروحش لمكان تاني يكون دافئ علشان تعيش فيه. but ولكن each plant لكن كل نبات has traits يعني بيكون ليه سمات او صفات that help it يعني بتساعده. هنا بيقول survive يعني علشان ينجو and adapt يعني يتأقلم او يتكيف مع its habitat يعني مع البيئات بتاعته. يعني بيقول ايه في انواع مختلفة من النباتات، النباتات دي بتنمو في مختلف انحاء العالم في الطبيعة بتنمو في مكان واحد يعني النبات بينمو في المكان اللي هو موجود فيه. لو الجو برد هو ما بيقدرش ان هو يتحرك لمكان تاني زي ما احنا عارفين النباتات ما بتتحركش مثل الحيوان او الانسان ممكن ان هو يغير البيئة اللي هو عايش فيها. اما النبات بيكون موجود في المكان سواء كان المكان برد او المكان دافئ فبالتالي هو ما بيتحركش من المكان بتاعه. لكن هو بيقول ان كل نبات بيكون ليه بعض من السمات او الصفات اللي بتساعده ان هو يتأقلم مع المكان ده او يتكيف مع المكان ده. هو جايب هنا عندي نوعين من النباتات، زي جايب عندي اكاشيا تري اللي هي شجرة الصمت. بيقول اكاشيا تري adapts to living in the desert يعني هي تتأقلم او تتكيف يعني على العيش في الصحراء يعني في الموطن الصحراء. هنا بيقول where حيث it is dry and hot يعني حيث الجفاف والحرارة. شجرة الصمت بتحتاج ان هي تعيش في الصحراء علشان المكان فيها بيكون فيها dry و hot بيكون جاف وحار. the main problem يعني بيقول المشكلة الاساسية what face any plant المشكلة الاساسية اللي بتواجه اي نبات in the desert في الصحراء is the shortage يعني of water يعني قلة النبات. يقول acacia tree has an important trait يعني بيكون ليه سمات مهمة that helps it يعني بيساعده
survive in the desert, إن هو ينجو في الصحراء, as it has very long roots, وعنده جذور طويلة, that help it reach deep, يعني عنده جذور طويلة تصل لتصل لأعماق المياه الجوفية. يقول the branches اللي هي الفروع have long thorns, يعني ليها أشواك طويلة, to stop animals, علشان توقف الحيوانات from eating the leaves, عشان توقف الحيوانات إن هي تأكل الأوراق بتاعتها أو تأكل من الأوراق بتاعتها. تمام. طيب هنا عندي ورر ليلي اللي هي لوتس اللي هي زهرة الزنبق. بيقول ورر ليلي بلانت ادابت تو ليفينج ان فريش ورر, بيقول النبات ده بتكيف لكي يعيش في فريش ورر اللي هي المياه العذبة, او يعني في البيئات المياه العذبة او المواطن العذبة. لايك ريفرز, يعني بيكون موجود فين؟ في ريفرز اللي هي الانهار. تيمز اوف ورر ليلي بلانتس ار لونج اند فليكسبل تو فيكس ذا بلانتس ان ذا مد ات ذا بوتوم اوف ذا ورر, بيقول يعني ان الساق اللي موجود في النبات ده بيكون يعني طويل وبيكون مرنة لكي تصلح النباتات اللي موجودة في الطين اللي موجودة في القاع يعني او في الاسفل المية. بيقول كمان ورر ليلي هاز بيج راوند ليفز, يعني بيقول ان ليها اوراق بتكون دائرية ضخمة, that float يعني بتطفو, on the water يعني على المية, to absorb علشان تمتص the sunlight اللي هو ضوء الشمس. يبقى هي عندها اوراق بتكون دائرة او مستديرة وبتكون يعني كبيرة علشان تمتص ضوء الشمس. بيقول كمان عندي the top of the leaf, يعني اعلى الاوراق دي, is waxy to keep water out, بيقول يعني الجزء العلوي من الورقة بيكون waxy يعني بيكون شمعي, to keep water out لابعاد المية او عشان يعني يبعد المية. هنا بيقول and the underside of the leaf has thorns to protect it from fish that want to eat it, ويقول كمان underside يعني الجانب السفلي للورقة ده بيكون فيه أشواك علشان تبعد عنه, علشان تحميه من السمك اللي عاوز ياكله أو عشان السمك يعني ميقربش منه علشان ياكله. تمام. يبقى كده عرفنا مع بعض النهاردة ازاي النباتات تقدر تتكيف أو تتأقلم مع المكان اللي هي موجودة فيه, سواء كان في الصحراء أو كان في المية. تمام. نبدأ كده نحل مع بعض الأسئلة الموجودة في الكتاب. والبوت تيك أور فولس. نمبر 1, there is one type of plants in the whole world, يعني في نوع واحد من النباتات في العالم. طبعا الإجابة خطأ. Plants can travel when it is cold to somewhere warm to live. النباتات تقدر تنتقل عندما الجو يكون بارد للمكان اللي يكون دافئ. طبعا دي خطأ. Acacia tree and water lily live in the desert. شجرة الصنت ونبات اللي هو اللوتس او نبات اللي هو الزنبق بيقول ان هما بيعيشوا في الصحراء, فطبعا دي خطأ. Water lily plant has big round leaves to absorb the sunlight, بيقول ان هو عنده اوراق ضخمة مستديرة علشان تمتص ضوء الشمس. طبعا اجابة صحيحة. Acacia tree has thorns in its branches to stop animals from eating the leaves. طبعا اجابة صحيحة. يعني شجرة الصنت فيها اشواك في الفروع بتاعتها علشان توقف الحيوانات ان هي تاكلها. طبعا اجابة صحيحة. In water lily plant the top of the leaves is waxy to keep water out, بيقول يعني ان في نبات اللوتس ده بيكون في الورق الجزء العلوي بيكون واكسي يعني بيكون شمعي, to keep water out, فالاجابة دي عندي صحيحة. عندي تشوز. بيقول acacia tree has very long roots, يعني بيقول النبات اللي هو شجرة الصنت بيكون ليها very long roots to live, ليه عندها جذور طويلة. بيقول to reach water علشان يوصل المية, absorb sunlight طبعا لا, هقول protect the tree from animals علشان يحمي الشجرة من الحيوانات, طبعا غلط, علشان ايه reach water علشان ايه يوصل المية. water lily plant lives in, بيقول نبات اللي هو الزنبق ده بيعيش فين؟ ها طبعا قلنا احنا بيعيش في fresh water. تمام. The stems of water lily, الصاق بتاع water lily plants are ماله long and flexible, يعني طويل ومرن. طيب السؤال اللي بعد. The underside of the leaf of the water lily has thorns too, بيقول يعني underside, يعني underside قلنا معناها الجانب اللي من تحت لورقة الورر ليلي اللي هي زهرة اللوتس, يعني بيكون فيها أشواك. ليه بيكون فيها أشواك؟ احنا قلنا علشان تبعد السمك, فانا هقول protect it from fish that want to eat it, عشان تحميه من السمك اللي عاوز ياكله. تمام. هنا ورر ليلي هاز ليفز, يعني بيكون ليه اوراق, which are الاوراق دي بتكون ايه؟
بيقول big and round يعني كبيرة ودائرية، بتكون waxy and thorny يعني بتكون يعني شمعي، وبتكون كمان thorny قلنا معناها فيها أشواك. طبعا هقول all previous answers يعني كل الإجابات السابقة اللي يعني بيكون فيها عندي الاتنين دول. تمام، هنشوف اللي بعده. big round leaves that float on water، مين عندي اللي بيكون لي أوراق دائرية وبتطوف على المية؟ طبعا عندي water lily. هنا بيقول large colorful flower petals are shaped like rounded triangles، يعني بيقول ان هي اوراقها بتكون او الزهرة بتكون اوراقها ملونة وكبيرة وبيكون شكلها دائري، او يعني بيكون عندي طبعا اللي هي عندي water lily. The branches have long thorns to stop animals from eating the leaves. بيقول يعني الفروع بتكون طويلة وبيكون فيها أشواك بتوقف الحيوانات إن هي تاكلها، طبعا acacia tree. بيقول very long roots help the plant reach deep underground water. بيقول يعني إن بيكون ليها جذور طويلة بتساعد النباتات إن هي تصل لأعماق المياه الجوفية، طبعا عندي acacia tree. long and flexible stems يعني بيقول طويل والساق بيكون مرن، عندي ده water lily. تمام، نبدأ كده نشوف اللي بعده. هنا بيقول analyzing historical information يعني بيقول تحليل معلومات تاريخية. زي ما شايفين معايا جايب هنا sources اللي هي المصادر، وجايب functions اللي هي الوظائف. تمام، هنا جايب text box يعني النصوص الكتابية. طبعا احنا هنبدأ نعمل match، هقول we use this source to know information about water lily يعني احنا بنستخدم المصدر ده علشان نعرف معلومات عن زهرة الزنبق. تمام، هنا عندي فوتوغراف، هنا الفوتوغراف هقول ايه؟ هقول we use the source احنا بنستخدم المصدر ده to know what water lily looks like، بنستخدمه علشان نعرف شكل زهرة الليلي، علشان نعرف شكل زهرة الزنبق. اخر حاجة معايا artifact اللي هي المشغولات او اللي هي التحف يعني، والحاجات دي اللي هي التحف يعني او مشغولات الفنية. we use the source to know how important water lily was to the ancient Egyptians، احنا بنستخدم المصدر ده علشان نعرف ايه اهمية water lily عند القدماء المصريين. تمام، هنشوف مع بعض اللي بعده. مع بعض lesson 6 الدرس السادس all about plumper يعني ماذا او كل شيء عن الدهون. animals and plants are not like humans in adaptations as the adaptation of animals is a slow process that may take hundreds or thousands of years يعني الحيوانات والنباتات يعني مش زي الانسان في التكيف او في التأقلم، والتأقلم او التكيف مع الحيوانات بيكون عملية بطيئة that may take يعني ربما بتاخد مئات او الاف السنين. يقول humans الانسان adapt to their environment، humans اللي هو الانسان adapt to their environment يعني بيقول البشر او الانسان يعني بتأقلم او بتكيف مع البيئة بتاعتهم faster than animals اسرع من الحيوانات and plants والنباتات، الانسان بتكيف مع البيئه اللي هو عايش فيها اسرع من الحيوان والنبات. تمام، because ليه سبب؟ humans not depend on adaptation of their traits only لان الانسان مش بيعتمد على التكيف او التاقلم للسمات الموروثه فقط، but ولكن they can also change their surrounding environment لان الانسان يقدر ان هو يغير البيئه اللي هو المحيط فيها او البيئه اللي عايش فيها الانسان، سهل جدا ان هو يقدر ان هو يغيرها. in the arctic zone يعني في القاره القطبيه بيقول the weather is very cold يعني الطقس بيكون برد جدا and many animals يعني والعديد من الحيوانات live there بتعيش هناك. animals in the arctic zone يعني الحيوانات في المنطقة القطبية cannot wear heavy clothes طبعا مش بيلبسوا ملابس ثقيلة to protect themselves from the very cold weather but they depend on the traits they have to avoid the coldness in the arctic zone. بيقول يعني ان الحيوانات في المناطق القطبية لا تستطيع ان ترتدي ملابس ثقيلة علشان تحمي نفسها من الطقس البارد، لكن هي بتعتمد على الصفات الموروثة اللي هم بيضطروا ان هم يتحاشوها من الجو او اللي هو الطقس البارد في القارة القطبية. على سبيل المثال هنا بيقول for example thick white fur اللي هو يعني الفرو اللي لونه ابيض اللي بيكون سميك is an example على سبيل المثال of traits يعني من السمات that help يعني اللي بتساعد the polar bear يعني بتساعد الدب القطبي
to survive، ان هو يبقى على قيد الحياة. كلنا عارفين ان عندي الدب القطبي زي ما شايفين معايا بيكون عنده فرو ده بيكون سميك علشان يحميه من الطقس البارد. بيقول the polar bear has layers of fat and papular، يعني بيقول بيكون عنده الدب القطبي عنده طبقات من الدهون، بيكون عنده طبقات ايه؟ طبقات من الدهون to keep it warm، حاله دافئ. القطبي بيكون عنده فرو تقيل، الفرو ده بيحميه من الجو البرد، كمان الفرو ده بيكون عنده وكمان بيكون عنده طبقات من الدهون، الطبقات دي بتخلي جسمه يكون دافئ او بتحافظ على حرارة جسمه بتجعلها دافئة. The papular is thick fat، البابلر ده او اللي هي الطبقات الدهنية دي بتكون thick fat، يعني بتكون يعني سميكة، with many blood vessels، يعني بتكون مليانة بالاوعية الدموية او العديد من الاوعية الدموية. The white fur، يعني الفرو الابيض ده، helps the polar bear، بيساعد الدب القطبي to blend in with، يعني ان هو يمزج. عندي white color اللي هو اللون الابيض of the snow، واللون اللي هو لون الجليد، احنا عارفين اللون الجليد لونه ابيض، فالفرو ده بيخلي الدب القطبي ان هو يختلط ما بينهم. يعني ايه الكلام ده؟ هنشوف مع بعض. it can hide، يعني بتخليه ان هو يستخبى، and easily، يعني وبسهولة catch its prey، وبسهولة ان هو يلحق او يمسك بالفريسة بتاعته. احنا عارفين ان الدب القطبي لونه ابيض والتلج كمان لونه ابيض، بالتالي الدب القطبي بيستخبى تحت التلج ده او بيستخبى ما بين عندي التلج ده، فبالتالي سهل جدا ان هو يمسك بالفريسة بتاعته. هنا بيقول arctic animals، يعني الحيوانات اللي هي القطبية may have other ways of adaptation، يعني بيكون ليها طرق عديدة علشان تقدر تتكيف او تتأقلم مع الملهية موجودة فيه. for example بيقول some animals، بعض الحيوانات fiber their bodies، يعني بتهز اجسامها to keep their muscles warm، علشان تخلي عضلاتها تكون دافئة. حيوانات بتقدر ان هي تهز جسمها بشكل ده بتحافظ على ان عضلاتها بتكون دافئة. some arctic birds، يعني وبعض الطيور القطبية fluff، يعني their feathers، يعني تبدأ ان هي ترفرف يعني الريش بتاعها to trap warm air near the body، لحبس الهواء الدافئ بالقرب من الجسم. تمام كده مع بعض النهارده، درسنا سهل وبسيط. هنبدا كده نحل مع بعض الاسئله. بيقول put take or false، animals adapt faster than humans، humans الحيوانات تتاقلم اسرع من الانسان، وطبعا الاجابه دي false. arctic animals wear clothes to feel warm، يعني الحيوانات القطبيه بتبتدي ملابس علشان تشعر بالدفء، فطبعا اجابه خاطئه. the polar bear that helps it keep warm، الدب القطبي بيكون فيه طبقات دهنية علشان تساعده ان هو يبقى دافئ، اجابة صحيحة. humans depend on their traits to adapt the surrounding environment، الانسان بيعتمد على السمات بتاعتهم علشان يقدر يتكيف او يتأقلم مع البيئة المحيط فيه، طبعا الاجابة دي خاطئة. بعد كده بيقول arctic birds may fluff their feathers to trap warm air near their bodies، يعني بيقول ان الطيور اللي هي القطبية دي ترفرف اللي هو الريش بتاعها علشان يعني تجعل اللي هو الهواء الدافئ ده بالقرب منها بالقرب من اجسامها، فطبعا دي اجابة صحيحة. هنا بيقول shoes arctic zone is a habitat in which animals adapt to، منطقة القطبية بيقول is habitat الموطن اللي الحيوانات تتأقلم to، هقول the cold weather في الطقس البارد ولا the hot weather الطقس الحار ولا sunny weather، طبعا the cold weather. arctic animals have many adaptation to keep warm such as، هنا عندي having blubber. the white fur helps the polar bear to blend in with the white color of the snow too، يعني الفرو الابيض بيساعد الدب القطبي ان هو يمتزج ما بين عندي اللون الابيض والجليد. to a، هقول to easily catch its prey، يعني علشان بسهولة يلتحق بالفريسة بتاعته. some arctic animals may vibrate their bodies too، بعض الحيوانات القطبية بتهز يعني اجسامها علشان ايه؟ هقول to keep their body warm، علشان يبقى الجسم بتاعهم دافئ. تمام؟
طيب هنشوف مع بعض اللي بعده. شايفين معايا ده عندي نشاط سهل وبسيط ما فيهوش اي حاجه، احنا ممكن نقرا النشاط ده لوحدنا. هنشوف مع بعض اللي بعده. مع بعض بليسن 7 بيقول كان يو سي مي، يعني هل يمكنك ان تراني. هنا بيقول ذير ار ميني ثينجز ذات هيلب انيمالز تو سرفايف ساتش از كاموفلاج، يعني بيقول يوجد العديد من الاشياء اللي بتساعد الحيوانات تنجو زي كاموفلاج اللي هو التمويه. هنا اول حاجه بيقول يعني ايه كاموفلاج، is the act of blending into the environment through the use of colors or patterns. بيقول يعني التمويه يعني هو عبارة عن عملية مزج البيئة من خلال استخدام الألوان والأنماط. يعني ايه بيقول يعني camouflage can help protect an animal from its predators enemies، يعني عندي كلمة predators معناها الفرائس او يعني الاعداء، or help an animal sneak up. sneak up معناها تسلل، on and catch its prey، يعني بيقول التمويه ده يستطيع ان هو يساعد على حماية الحيوان من اللي هما يعني الاعداء او يعني الفرائس، او يعني بيساعد الحيوانات ان هي تتسلل وتلحق بالفريسة. وال the polar bear اللي هو الدب القطبي has a white fur، عنده فرو ابيض that helps it يعني بيساعده it blend into snow، يعني بيساعده ان هو يختلط او يمتزج بالجليد as it sneaks up on its prey، يعني بيقول ان الفرو الابيض ده بيساعده ان هو يمتزج بالجليد، ان هو يمتزج يعني بالجليد ويتسلل حتى يصل الى الفريسة. طيب بعد كده هنا بيقول the stick insect يعني الحشرة العاملة زي العصاية او شبه العصا، يعني has a sticky shape يعني عندها شكل زي شكل الستيكي يعني زي شكل العصا that helps it ده بيساعدها blend in with the sticks ان هي يعني تمتزج او تختلط بايه بالعصا of the plants اللي هو بتاع النبات to be protected from its enemies علشان يعني يحميها من ايه من الاعداء. زي ما شايفين معاها شكلها زي شكل ايه زي شكلها زي شكل الفرع بتاع الشجرة، زي ما شايفين معايا هي كده بتستخبى او يعني بيحميها من الاعداء. السؤال بتاعنا هنا بيقول what does camouflage mean، يعني ايه camouflage. طبعا عندي الاجابة هتكون من فوق، احنا هنكتب الاجابة دي في السؤال ده. تمام هنشوف اللي بعده. جايب نشاط هنا بيقول stick each animal in the suitable environment where it can camouflage on it، يعني هنا بيقول الصق كل حيوان، يعني الصق كل حيوان والبيئة المناسبة ليه او المكان يعني اللي هو يقدر ان هو يعيش فيه بحيث ان هو يعمل فيه تمويه. يعني ده شايفين طبعا الصور بنجيبها من اخر الكتاب. تمام شايفين معايا انا كده عملت هنا الصور بتاعتي تمام بالشكل ده. تمام هنشوف مع بعض اللي بعده. اللي بيقول كاموفلاج مي، تمام يعني اعمل لي تمويه. هنا جايب عندي صوره للطائر وهنبدا ان احنا نعمل كاموفلاج تمويه للطائر ده، فده هنحله لوحدنا. هنا جايب ليسون 8 الدرس الثامن جايب بيكس اللي هي المناقير، فهنا جايب مجموعه من الطيور وعنديها مجموعه من البيكس يعني المناقير المختلفه. الدرس ده يعني ما فيهوش داتا اهميه لكن احنا بس بناخد كده معلومات عن كل طائر. تمام هنا جايب سبون بيك لايك سبون، يعني بيكون شبه المعلقه، الطائر اللي بيكون شبه المعلقه. جايب تايبس اوف فود يعني انواع الطعام اللي بياكلها الطائر ده، سمول فيش اند سمول بلانتس ان ووتر يعني سمك صغير والنباتات الصغيره اللي موجوده في الميه. طيب هنا عندي سيزر بيك اللي هو الطائر بيكون على شكل مقص، لوكس لايك سيزرز يعني بيكون على شكل ايه المقص. تايب اوف فود نوع الطعام بياكل ميت اوف انيمالز يعني بياكل لحوم الحيوانات، زي عندي اللي هو الايجل وزي عندي اول. تمام طيب ايه كمان عندي فيزر بيك اللي هو المنقار عمل زي شبه الملقات، يعني بيقول لوكس لايك ات فيزر يعني شبه الملقات. بيقول تايبس اوف فود يعني انواع الطعام فيش اند سيكس يعني بياكل السمك والحشرات، وكلوز بين بيك يعني اللي هو المنقار المشبك لوكس لايك ا كلوز بين يعني المشبك بتاع الملابس. تايبس اوف فود انواع الطعام زي ايه سيدز، انتوا شايفين معايا دي انواع الطيور وكل طائر المنقار بتاعه شبه ايه والطعام اللي هو بياكله. تمام هنشوف كده مع بعض. وهنا جاي بيرد اللي هو الطائر وات بيك لوك لايك، وكل طائر المنقار بتاعه شبه ايه، فده شايفين معايا كده كل الطيور دي ودي عندي الاجابات. هنبدا كده نعمل ماتش الجزئيه دي لوحدنا. هنا كمان جايب عندي بيرد فود الطائر وجايب عندي كمان الطعام، هنبدا كده كمان نعمل ماتش لوحدنا. تمام هنشوف مع بعض اللي بعده. هنا جايب اي هاف ليرند ذات يعني انا اتعلمت ايه،
طبعا ده جايب ملخص كامل للفصل بتاعنا. وهنا اخر حاجه جايب ليسن 9 اند 10، طبعا ده جايب بروجكت، ده مشروع سهله وبسيطه ما فيهاش اي حجم. وكده احنا خلصنا مع بعض الفصل الاول بالكامل. اسفه جدا اني طولت عليكم، لكن حبيت ان انا انجز معاكم شويه في المنهج. زي ما شايفين معايا احنا لسه دلوقتي اللي بادئين. وكده احنا خلصنا رسالة النهارده. يا رب اكون قدرت افيدكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. ثانكس فور واتشنج. باي باي.